معلومة صغيرة، إذا بنحول الإيجاد إلى كيرف، so create مثلا plane ضغط 5 نزيد مثلا اوكي رايت كليك بينت سكالب يعني مثلا هذا اوكي مثلا الشكل هذا عندنا رايت كليك ايدج ناخذ مثلا الايدج هذا دبل كليك مثلا الايدج هذا نروح على موديفاي كونفيرت بوليجن ايدج تو كيرف حول لنا اياه الحين الى كيرف الحين بالكيرف هذا مثلا عندنا نسوي مثلا هذا مع هذا ونقول له animate attach الحين 200 ونلاحظ انه قاعد يمشي يعني هذا مثال